هذه رائحة رمضان، ننتظرها بشوق، نعرفها جيدا، ولأننا نعرفها نعرف أن فيها من الحزن ما لم نعهده سابقا، ولها الحق في ذلك. كل شيء مختلف هذه المرة يا صديقي. بيوت الله تشكو غياب أهلها، أي ألم أعظم من أن يحن الناس لمأمنهم فلا يجدوه، وأي ألم أعظم من حشرجة المؤذن حين يقول الصلاة في بيوتكم. من يقنع باحات المسجد الأقصى أن المعتكفين هذا العام حرسها فقط والقلوب؟ ومن يعيد للمسجد الحرام تلك اللوحة المحفوفة من اختلاط الأعراق والأجناس؟ والأهم، من يقنع حمام المدينة بعدم البكاء شوقا لأحباب النبي؟ بأي وجه نلاقيك يا رمضان؟ عظم المصاب وشهر الخير آب، فشدوا العزائم والركاب، وكونوا لكل خير باب. يا رب السماء استفحل الداء، وما لنا يا ربنا غير الرجاء. جامعة الشرق الأوسط نعد القادة.